أكثر عن كل هذه المواضيع وأكثر في الأسواق العالمية ينضم إلينا سيد رائد حامد الخضر وهو كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إكويتي جروب. أهلا بك رائد معنا دائما على شاشة CNBC عربية. أهلا رائد. يعني بداية نتحدث عن أبرز الأسباب يعني التي نشهدها الآن، يعني نستمر في التراجعات أكثر من 2% الآن وصلت التراجعات على أسعار النفط. برأيك يعني سمعت ربما رائد عن التصريحات ربما أو الأخبار الصحفية عن لجوء المملكة العربية السعودية إلى رفع الإنتاج وذلك لتعويض الإمدادات الروسية، برأيك ماذا قد نشهد هذه الخطوة وكذلك أبرز ما نترقبه لاجتماع أوبك بلس لجلسة اليوم؟ طبعا اولا خلينا نكون واضحين انه في عندنا ارتفاعات قويه جدا حصلت على اسعار النفط، يعني اذا بدنا نتحدث عن الشهر الماضي فقط فالارتفاعات التي وصلت الى على WTI فاقت 10.8%، بالنسبه لبرنت كمان اضاف حوالي 9%، وهي ارتفاعات متواليه نسبيا على مدى الست شهور الماضيه. بالتالي نحن عمليه تصحيح من القمه التي رسمها النفط عند 117 بالنسبه للWTI والآن يرزح تقريبا عند 110 لل 111 دولار للبرميل بالنسبة لخام غرب تكساس. ما نتحدث عنه حاليا هو عملية يعني تعويض أو التصريحات التي جاءت من الجانب السعودي على يعني اليوم صباحا قرأناها في فاينانشال تايمز والجرائد الكبرى، كانت تأكيد على أنه نحن قادرة السعودية على أن تغطي أي نقص حاد قد يحدث في المعروض النفطي مع وجود العقوبات الروسية، وسوف تعوض النفط الروسي الذي يتضرر بشكل كبير من العقوبات وخصوصا بعض التصعيدات الأوروبية الأخيرة. ولكن نتحدث أيضا أنه نحن أصلا ما عندنا أزمة حقيقية في المعروض. الأزمة المتواجدة حاليا هي أزمة طلب. كانت عندنا اولا الحديث على انه في عندي الطلب متراجع او تحت ضغط بنتيجه الاغلاقات الصينيه او كذلك الامر بنتيجه القلق والتوتر من الفتره المستقبليه وضعف معدلات النمو اجمالا عالميا، هذا كان له اثار وضغط سلبي. طبعا الركود التضخمي وشبحه الذي يخيم على الاقتصاد بشكل عام، هذا ما يضغط على الطلب في الوقت الحالي، فبالتالي في عندي مشكلة بالطلب واضحة وفي عندي خلل لا يحقق أي فائدة لأي طرفين من البائعين أو المشترين بالنسبة لأسعار النفط. بالتالي هذا التقلب الحاد في أسعار النفط لا أعتقد أنه أمر إيجابي، وإنما يزيد الضغط أكثر عن مستوياته الحالية على مستويات التضخم وأن تصبح ضغط أكبر في الفترة القادمة. ما نخلص بالحديث له أن النفط مرشح لمزيد أو عودة في الارتفاعات في ظل هذا التوازن القلق الذي يحدث في الأسواق، وحتى مع الرغم من التطمينات الأوبك بلس ولكن نرى وضوحا أنه في عندي قلق مسبق وتسعير مسبق للأحداث في السوق. هذا ما حدث فعليا على أسعار النفط في الوقت الحالي. طيب رائد، يعني بعيدا عن أسعار الطاقة وسوق الطاقة، يعني ننتقل إلى سوق الأسهم وما شاهدناه في أولى جلسات شهر مايو على المؤشرات الأمريكية، يعني لا تزال متراجعة والتقلبات يعني كانت حادة على مدار شهر مايو الماضي. ولكن بالنسبة للبيانات الاقتصادية من جهة أخرى، يعني لدينا بعض الإشارات إيجابية نوعا ما، وكذلك ننتظر أبرز البيانات مع نهاية هذا الأسبوع فيما يخص القطاع الخاص في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص الوظائف. يعني برأيك رائد، يعني كيف نفسر استمرار ربما التراجع أم أنها يعني لا تزال هي فترة مؤقتة على المؤشرات الأمريكية؟ صح التعبير، الفدرال الأمريكي فقد ميزة السيف لاندنج أو الهبوط السلس، طبعا نتيجة تأخره في تدارك مشكلة التضخم ونتيجة اضطراره لتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر. هذا حديث الصحف، هذا حديث المحللين ودور الخبرة وحتى مدراء المحافظ الكبرى مثل بلاك روك، اللي كانت تصريحاتهم زادت مؤخرا رهاناتهم على كراش أو على هبوط حاد في أسواق الأسهم والمؤشرات على وجه التحديد. بمعنى آخر أنه عملية التصحيح العظيم بدأت تظهر أكثر على السطح.
وبدأت تظهر تكهناتها وتوقعاتها أكبر على السطح. هذا يفضي إلى أنه مشكلة التضخم الحالية والضرار الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة واحتمالية رفعها إلى مستويات 2.75 خلال تعاملات هذا العام، حتى 2.50 أصبحت توقعاتها عند 25% فقط. الآن الفيد ووتش عم تفرجيني احتمالية رفع أسعار الفائدة هي الأعلى عند 2.75% إلى 3% خلال التعاملات هذا العام أن تصل أسعار الفائدة. بمعنى آخر أنه في عندي توجه حاد وشرس لتشديد السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم الذي لا يستجيب، يعني حتى الآن لا يستجيب التضخم كما ينبغي للقراءات. نحن شفنا مجموعة من القراءات يوم أمس مختلطة بعض الشيء، أعطتني بالنسبة لسوق الوظائف على وجه التحديد أنه في عندي بعض الإيجابية، في عندي وظائف شاغرة بشكل أكبر، ولكن البيانات الأهم منتظرة خلال التعاملات نهاية هذا الأسبوع. ما نريد الوصول إلى أنه في عندي مرشح إلى مزيد من التراجعات الأكثر حدة على المؤشرات، وعملية التصحيح الحاد واردة بشكل كبير جدا. إذا إحنا عم نتحدث على S&P 500 اللي ممكن أنه يكسر دون مستويات 4000 نقطة إذا ما حدث هذا التصحيح الحاد اللي إحنا منتظرينه، ويعني بشكل واضح اليو اس 30 نحن عم نشوفه عند 30900 نقطة تقريبا، ممكن نشوفه تحت 27000 إذا ما حدث هذه التكهنات من الهيدج فاندز أو صناديق التحوط العملاقة التي المراهنات التي تزيد فعليا في الوقت الحالي وفق تصريحاتنا. نشكرك رائد حمد القدر، وأنت كبير استراتيجي الأسواق لمجموعة إكويتي جروب، شكرا جزيلا.